غالبية المبادرين وأصحاب الأعمال يعانون من مشكلة إدارة أعمالهم بطريقة صحيحة وتنظيم مهامهم اليومية بطريقة صحيحة. فإذا أنت تعاني مثل هذه المشكلة، ابق معي لتتعرف على كتاب ممتاز يساعدك لحل المشكلة ويساعدك لأكل الضفادع بسهولة. كتاب Eat That Frog للكاتب براين تريسي، كتاب يشرح لنا كيف ننجز مهامنا اليومية بطريقة فعالة وإدارة وقتنا بطريقة منظمة. ويشبه الكاتب مهامنا اليومية بالضفدع. سيتضح لكم أكثر لماذا شبهه بالضفدع. سأشرح 5 عوامل أساسية يشرحها الكاتب تساعدك لإنجاز مهامك اليومية. العامل الأول الضفادع. الكاتب يفتتح الكتاب في حالة معينة ويقول: تخيل لو يوم من الأيام اضطررت لتناول ضفدع لكي تكمل يومك الاعتيادي. فإذا أكلت هذا الضفدع في بداية يومك، ستعرف أن باقي المهام في هذا اليوم ستكون سهلة لتنفيذها، لأنك أنجزت المهمة الأكثر صعوبة في هذا اليوم، وهي تناول الضفدع. لذلك مهم جدا أن ننجز المهام الصعبة في بداية يومنا. المهمة التي ترونها التي تتطلب أكثر وقت منكم والتي تتطلب الكثير من الجهد منكم، لابد أن تبدأوا في إنجازها في بداية يومكم، لأنه عند إنجاز هذه المهمة باقي المهام اليومية ستكون سهلة عليك وستشعر أكثر بالراحة ومنظورك لليوم سيكون أكثر تفاؤلاً. إذا لم ننجز المهمة الصعبة في بداية يومنا، سنفتقد الكثير من الطاقة خلال اليوم، وعند وصولنا للمهمة الصعبة سنتكاسل لإنجازها أو لم ننجزها بسبب الإرهاق والتعب. وأيضا خلال اليوم سنكون مشغولين في التفكير بالمهمة الصعبة، وسيشتت تفكيرنا خلال المهام اليومية الأخرى. لذلك الكاتب يحثنا لتناول الضفادع في بداية يومنا. من ثم الكاتب يشرح لنا قوانين تناول الضفادع، ويقول: إذا عليك تناول ضفدعين في يوم واحد، تناول الضفدع الأقبح من بينهم أولا. وما يعنيه؟ إذا لديكم في يوم واحد مهمتين صعبة، أنجزوا المهمة الأكثر صعوبة أولا، ومن ثم أنجزوا المهمة الثانية. فهذا أيضا عامل مهم جدا عليكم الانتباه له. العامل الثاني الذي يتحدث عنه الكاتب هو بخصوص تناول الضفدع وكيف نتناوله. والكاتب يشرح أننا علينا تناول الضفدع الآن وفي الحال. وما يقوله الكاتب: إذا اضطررت لتناول ضفدع خلال يومك، لن يساعدك التمعن به خلال اليوم. عليك تناوله الآن دون التمادي والنظر عليه كثيرا. وما يعنيه الكاتب؟ إذا لديك مهمة صعبة خلال اليوم، عليك إنجازها في الحال وليس إرهاق نفسك في التفكير بها خلال اليوم. المهمات الصعبة هي عادة مهمات مهمة جدا علينا إنجازها ولا يوجد مفر منها، فإذا لم ننجزها ستتراكم في برنامج عملنا، لذلك علينا إنجازها في الحال. العامل الثالث في الكتاب هو الوضوح والشفافية. وما يعنيه الكاتب أنه علينا أولا التمييز ومعرفة أي مهمة تعتبر لنا مهمة صعبة، وعند معرفة المهمة علينا تفكيكها وتحليلها لعدة مهام. هكذا سنحسن أداؤنا في إنجاز المهمة. لنفترض الآن أريد عامل عندي في الأكاديمية، ولقد صنفت هذه المهمة مهمة صعبة وأنها ضفدع علي تناوله. علي أولا معرفة ما هي صفات العامل الذي أريد توظيفه، ما هي اختصاصاته، بأي وظيفة سيتوظف، وكم سأدفع له. دائما قبل إنجاز أي مهمة علينا أن نوضحها. الوضوح قوة لإدارة مشاريعنا. العامل الرابع هو عائد الاستثمار بالحياة. والكاتب يقول: كل شيء نفعله بالحياة له عائد استثمار معين، يمكن أن يكون عائد إيجابي أو عائد سلبي، والمهم هو أن الخيار لدينا أن نحدد العائد الذي نريده من أي مهمة ننجزها. مثال:
إذا الآن الساعة 8 لدي الخيار أو مشاهدة سلسلة مشهورة في التلفاز أو تعلم مجال جديد يساعدني بإدارة مشروعي بطريقة أفضل. مثال آخر، الآن الساعة 7 صباحا وعلي النهوض. ما الذي سيعطيني منفعة أكثر، النهوض من النوم في الحال أو تأجيل النهوض لنصف ساعة أخرى والنهوض كسول أو الشعور بالكسل؟ لذلك علينا التفكير في كل شيء نفعله في حياتنا ومعرفة ما هو عائد الاستثمار منه. العامل الخامس والأخير هو التخطيط لليوم التالي. الكاتب يقول لكي نقصر وقت إنجاز مهامنا اليومية علينا التخطيط له مقدما أي قبلها بيوم، ويقول 10 دقائق تخطيط يوفر ساعة من إنجاز المهمة. خططوا كل يوم أي ضفدع ستأكله غدا وما هي عائد استثماركم من كل مهمة. إذا لم تفعل ذلك ستخسر الكثير من الوقت في بداية اليوم بتخطيط يومك، وهذا سيأخذ الكثير من الطاقة منك، وأغلب الاحتمال ستؤجل تناول الضفدع ليوم آخر، وهذا ما لا نريده. في النهاية، موضوع تنظيم الوقت وإدارته موضوع مهم جدا يجب علينا عدم الاستهتار به. خذوا هذه العوامل التي تعلمناها من هذا الكتاب وطبقوها على مشاريعكم، ولا تنسوا تناول الضفدع أولا. أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية إذا لم تشتركوا بالقناة بعد، لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية وملخصات كتب مميزة تساعدك نجاح مشاريعك التجارية. سأراكم في فيديو آخر.